مساء الخير عليكم جميعا وحلقه جديده من مطبخ النجوم، زي ما عودناكم كل حلقه باكل جديد بضيف جديد بلون تيشيرت جديد. طبعا ضيف النهارده في انتظاره لسه ما وصلش، لعل وعسى طبعا الدنيا زحمه او مواصلات ان شاء الله يوصل ونقدر نقول لكم مين، مش هنقول لكم مين غير وهو موجود معانا. النهارده طبعا في انتظار اسئلتكم وفي انتظار تليفوناتكم، ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحه الشيف رفعت موسى بالعربي والسوليه ينزل بيها وليد عماره، ويكلمونا عن طريق التليفونات بسعر الدقائق العاديه، والتليفونات برضو موجوده معاكم على الشاشه. واسلام كاميرا وقع اللب من جيبه ليه يا اسلام كده؟ ان شاء الله النهارده بقى نعمل اكله خفيفه، اكله سهله كلنا نقدر نعملها في بيوتنا. هنعمل ايه النهارده يا خالد يا سوليه؟ هنعمل شويه مكرونه سباكيتي كده بالصوص الاحمر الجميل بتاعنا، وهنعمل لكم برضو كفته معاها على جريل، وهنعمل حاجه مغربي النهارده اسمها معقوده مغربي. ايه هي المعقوده المغربي دي يا خالد يا سوليه؟ انزل بيها على الشاشه. هي بطاطس بانيه، بس هما طبعا موجود على الشاشه اهي، يعني بطاطس بانيه زي احنا زي اللي احنا بنعملها، بس الاختلاف في الاسم شويه، بتبقى بطاطس مهروسه وبتبقى ثوم وبتبقى كركم وبتبقى بقدونس اخضر وملح وفلفل وكمون وبابريكا، وبتاخد دقيق وبتتقلي في زيت، تبقى طعمها حلو، تتاخد مع كاتشب، تتاخد مع مستردة ومايونيز. ممكن برضو نعمل حاجه جميله كده معاها، لو فاطمه جابت لي بوله ازاز ممكن اعمل دريسن معاها حلو كده، ممكن اعمل دريسن حلو معاها كده نغمس بيه برضو المعقوده اللي هي المغربي. وطبعا كلنا عارفين الكفته بتتعمل ازاي، مفيش فيها افتكاسات. انزل يا سوليه بالكفته، برضو وري اخواتنا المشاهدين المتابعين لينا بنعمل الكفته ازاي. الكفته بنجيب لحمه مفرومه من عند الجزار او من السوبر ماركت، بنديها اهي اللحمه المفرومه، بنديها بصل مبشور وتوم مبشور، فلفل رومي وفلفل وكزبره خضراء وملح وفلفل وكمون وشطه وبابريكا، ولو قرن فلفل حامي كده هنعملها برضو يبقى كتر خيركم. والميه قدامنا بتغلي برضو عشان ما ناخدش وقت والوقت يسرقنا، عندنا حلتين فوقهم ميه بتغلي، حله هنعمل فيها المكرونه الاسباجيتي. طبعا انتوا عارفين الاسباجيتي هتتسلق ومفيش فيها اي شغل خالص، كلنا نقدر نعمل اسباجيتي في البيت. بنجيب الاسباجيتي وبنيجي واخدينها اتنين اهي زي ما انتوا شايفين، ونازلين بيها واحده واحده كده عشان ما تلزقش، والحله وفيها ميه بيبقى فيها ملح، ولو قدرنا نديها معلقه زيت برضو يبقى كتر خيرنا. والمقادير موجوده على الهوا، وفاطمه جابت لي الملح اللي انا نسيته قبل الهوا اهو، والبوله الفاضيه، والامور سهله. وفي نفس الوقت بنقلب اهو، معلقه زيت ولا حاجه يا جماعه مع المكرونه عشان المكرونه ما تلزقش مننا، يبقى نحط ميه بتغلي ومعلقه ملح ومعلقه زيت ونسيبها تغلي. واول بعد يعني المكرونه ما تاخدش وقت على النار يا سوليه، 10 دقائق بالظبط في الميه. انا المفروض كنت حطيت الزيت قبل مع الميه يا خالد ونسيت، فنسيت فحطيت الزيت مع المكرونه اهو. والحله الثانيه فيها البطاطس، هنعمل فيها البطاطس اللي هي المعقوده المغربي، هنقطعها التقطيع الجميل بتاعنا، وبعدين نهرسها، بتاخد ملح بتاخد فلفل وبتاخد بقدونس وبتاخد كركم وبتاخد بيضه، وبعدين بنهرس كله مع بعضه وبننزل بيه في الدقيق، وبعد كده بننزل بيه في الزيت. دي اكله حلوه اولادنا ياكلوها برضو مع الكاتشب والمستارده والصوص الجميل اللي انا هعمله برضو، يبقى الاكل كله كامل اهو، سباكيتي وكفته وبطاطس اللي هي المعقوده المغربي. انتظار تليفوناتكم، في انتظار اسئلتكم، كل ما هو عايز يسال بقى عن التغذيه الرياضيه، كل ما هو عايز يسال عن الارداف وعن الزيادات ووصفات كلمونا. فرصه النهارده انا موجود لوحدي، كان معانا العملاق البارح صوفيا زاده سرقت الهوا مننا، مفيش مخدخلات جات لنا خالص البارح. ان شاء الله نعمل حلقه النهارده مميزه تعجبكم وتنول على رضاكم ان شاء الله. طيب نروح الجيزه وناخد محمد بين الجيزه. يا محمد عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اتفضل يا محمد، اهلا بيك. ازي حضرتك عامل ايه؟ اهلا بيك يا محمد. والله امبارح من اول البرنامج لاخره وانا بحاول اطمن عليك واتصل بيك ما عرفتش اوصل لك. يا رب يخليك يا محمد ويسعدك، لان كان معاك امبارح البالونه ومش عارف اوصل لك. البالونه كانت معانا امبارح واكله الجو مننا. كانت مسيطره امبارح كانت مسيطره محمد امبارح على الحلقه. كنت عايز اقول لك التيشيرت كان لونه احمر، كان جميل بصراحه امبارح. يا رب يخليك يا محمد. ماشي يا شيخ، حضرتك كنت عايز اعرف بس طريقه الكيك، احنا وحدتك بتعملها بس ما بتطلعش ايه يعني من جوه، اللون الفاتح ده بتطلع ناشفه من جوه؟ يا شيخ ليه؟
يعني هو غير خلاها تغير نوع المحسن اللي شغاله بيه يا محمد. ماشي يا سيدي حبيبي يا محمد، شكرا ليك وشكرا لاتصالك. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه الامور سهله، الامور بسيطه، كلنا نقدر نعمل كفته في البيت يا فاطمه، كلنا نقدر نعمل كفته في البيت. بنجيب اللحمه المفرومه من عند الجزار، ممكن نجيب نص كيلو اكل العيله كلها، بندي له بصل مبشور وندي له ثوم مبشور وندي له بقدونس وندي له كزبره، وتاخد الملح والفلفل وقرن فلفل حامي، وتاخد برضه فلفل رومي جميل بتاعنا اهو جايبينه لها، هتبقى حلوه. وبعدين بنسخ على السيخ ونحطها على الجريل، ممكن نعملها في الفرن يا فاطمه، ممكن تتعمل في الفرن حسب زي ما انتم عايزين. لو عندك جريلا في البيت ممكن نعملها على الجريلا، ما عندكش جريلا ممكن نعملها في الفرن ويبقى طعمها حلو زي اللي احنا بناكلها من بره. وبنبقى ضامنين يا فاطمه اللي الكفته ما عليهاش اي اضافات، لا نسبه فات ولا نسبه عيش بتتحط عليها ولا اي حاجه، كفته بيتي 10 على 10 والبيتي لا يعلى عليه. طيب نروح البحيره وناخد الحاج محمود من البحيره. يا حاج محمود. ايوه يا باشا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حالك يا حاج؟ ازيك يا حاج محمود، اخبارك؟ الله يبارك فيك. ازي حالك؟ اتفضل. افضلك الله. والله انا كان حصلت معي موضوع كده من كام سنه قديمه. اتفضل. وطبعا معلش لا حرش في الدين طبعا. لا اتفضل. بس اسمعني. انا من حوالي 20 سنه. اتفضل. اسمعنا من التليفون بس يبقى كتر خيرك. والله انت بس. اتفضل. اتفضل. تفضلك الله. ولكن دلوقتي حصلت يعني الاول كنا بنقول اهي ماشيه زي ما تمشي. كلمنا يا حاج محمود، كلمنا مره ثانيه في انتظارك. الخط قطع يا سوليه. طب حاول تكلمنا ثاني يا حاج محمود يبقى كتر خيرك. طيب نروح اسكندريه وناخد ام علي من اسكندريه. يا ام علي. يا ام علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ام علي؟ الحمد لله ربنا يبارك في حضرتك. اخبارك كله؟ بس اسال حضرتك. اتفضلي. البرجر. عايز اعرف البقسماط احط على نص كيلو لحمه احط قد ايه بقسماط؟ معلقتين. معلقتين بقسماط على نص كيلو لحمه وبيضايه. معلقتين بقسماط وبيضايه واحده بس على نص كيلو. شكرا ليك وشكرا لاتصالك. زي ما انتم شايفين بقى التوم اهو بنعمه بالسكينه. هنقدر نعمه بالسكينه نعمه، مش هنقدر نضربه في الكبه او نضربه في الخلاط، مفيش ادنى مشكله فيه، مع البصله المفرومه وفلفل رومي وفلفل حامي، وقلنا بياخد بقدونس وكزبره خضراء والتوابل الجميله بتاعتنا، الملح والفلفل والكمون والبابريكا وكل التوابل الجميله اللي تبقى موجوده في كل بيوتنا المصريه. امور سهله وبسيطه، نقدر كلنا نعمل اكل، نقدر كلنا نعمل اكل، لان زي ما قلنا الاكل يا جماعه مش مهنه نروح نتعلمها في الجامعات ولا كده، ده كلها يعني ايه اجتهادات. وادي البصل المبشور اللي فاطمه بشره لنا قبل الهوا اهو، عشان انتوا عارفين ان انا عيني بتجيب ميه اول ما ببشر البصل. الامور سهله. طيب لا يصنن ولا اي حاجه يا خالد، احنا هنصنن، احنا هنقعد ساعتين يا خالد، ونروح المحل ناخد ام ندى. يا ام ناديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا ام ناديه، اخبارك؟ تسلم ايدك. يا رب يخليكي. ربنا يديك الصحه ويخليك لنا يا رب. يا رب يخليك يا امي، اتفضلي. ربنا يخليك. بالنسبه لموضوع الحرق بتاع الرمان والجنزبيل والنعناع. مظبوط. انا عندي سكر وضغط، ينفع؟ يا حبيب قلبي ينفع، مفيش فيه ادنى مشكله. طب بالنسبه للجنزبيل ما بيعليش الضغط؟ يا حبيب قلبي بدل غلي وسيبناه يبرد خلاص، مفيش فيه اي مشاكل خالص. ما تقلقيش من الموضوع ده خالص. شكرا ليك يا ام وشكرا لاتصالك. طبعا يا جماعه جبنا البقدونس اهو، وندي لها بقى ايه عودين كزبره الجمال بتاعنا الجميله الخضراء اللي فاطمه جايبينها لنا من السوق النهارده، ونروح الجيزه. ناخد مين من الجيزه يا خالد؟ يا رنا. ونروح الجيزه. الو. اسمعينا من التليفون يا رنا يبقى كتر خيرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. يا رنا اسمعينا من التليفون. بص انا جربت الوصفه. ها اسمعينا من التليفون. اسمعينا من التليفون يا رنا. انا جربت الوصفه. اتفضل. جربت الوصفه بتاع البقدونس والليمون. وتعبت منها عشان كان عندي قولون. تعبت منها كان عشان عندك القولون. يعني انت ايه عملتيها زي ما احنا قلنا؟ طب نجرب وصفه تانية. احنا قلنا يا ست الكل احنا ليه بنغير في الوصفات وكل يوم بندي وصفه؟ بنشوف لان اجسامنا كلها مش زي بعضها. انا ممكن اقول لك على وصفه تمشي معاك،
ممكن حد تاني يستعملها ما تمشيش معاه، لان معدل الحرق بين كل جسم وجسم بيختلف. مظبوط؟ فالوصفه اللي ما تمشيش معانا احنا بنغير بناخد وصفه تانية. انما الوصفات اللي احنا بنقولها كلها ملهاش اضرار. ليه؟ لانها كلها اعشاب طبيعيه يا فاطمه، ما فيش فيها اي كيميكال يأذي الجسم. فلو ما مشيتش معاك الوصفه نجرب وصفه تانية من الوصفات اللي انا قلت لك عليها طبعا. وكل وصفاتنا طبعا موجوده على صفحتنا على الفيسبوك خالد السوليه على طول، هو مروه سوشيال ميديا بيظبطوا الدنيا وعلى طول بيعملوا ابديت لكل المعلومات اللي احنا بننزلها على صفحتنا. طبعا زي ما انتم شايفين اهو حطيت ملح وبصل مبشور والثوم المبشور والبقدونس والكزبره، وحطيت فلفل اسود. كل التوابل بقى الجميله بتاعتنا بنحطها في الكفته بتاعتنا، وننزل بقى باللحمه اهو زي ما انت شايف البول على الكاميرا اهي عينينا يا ريس. ولو فيها طبعا ايه، ممكن حد يقول لي طب انا لو حطيت الكفته على السيخ ممكن تفك مني؟ لو في شويه برغل عندك في البيت يبقى كتر خيرك. مفيش، ممكن تديها معلقه بصمات، ولو عندنا معلقه بصمات هتهنى يا فاطمه يبقى كتر خيرك. طب زي ما انتم شايفين اهو يا خالد سوليه البوله فيها كل المكونات لاسلام الكاميرا اهي، فيها بقدونس وفيها كزبره وفيها فلفل رومي وفيها فلفل حامي وفيها بصلايه مبشوره وثوم مبشور، واديناها بابريكا واديناها كمون وفلفل وملح وكل البهارات الجميله بتاعتنا. لو معلقه عندك برغل يبقى كتر خيرك، مفيش برغل ممكن تديها بصمات وممكن ما تديهاش حسب الرغبه يعني زي ما انت عايز. وطبعا ادي بنسلق المكرونه اهي ما فيهاش فيها مشكله، المكرونه الاسباجيتي. وفي نفس الوقت الحله برضو فيها اهي بطاطس بتتسلق عشان نعمل بيها المعقوده المغربي. كل الامور سهله وكل الامور بسيطه وكلنا نقدر نعمل الاكل ده. ونروح المنيا ناخد مين من المنيا؟ يا علاء، يا علاء، يا علاء راح فين علاء؟ طب حاول تكلمنا تاني يا علاء يبقى كتر خيرك. وبننزل بيها زي ما انتم شايفين يا جماعه اهي، وبنقعد بقى ايه اهي بنقلبها كلها ببعضها. ادي الكفته يا جماعه. طبعا البرجر الاختلاف فيه طبعا بياخد حاجات تانيه خالص، اللي هو بياخد بصمات وبياخد بيض، وبنديله بصل مبشور وثوم مبشور برضه. وانت بقى براحتك، بس حد يجي يقول لي مثلا لا مش فول صويا في الهمبرجر يا ريس، انا ما قلتلكش فول صويا، انا بقول لك بنديها البصمات وبنديها بيض وبصل مبشور وثوم مبشور والتوابل بتاعتها دي البرجر يا وليد يا عماره. طيب زي ما انتم شايفين اهو الامور سهله. قول يا سوليه. اقول لك انا خالد طيب خالد السوليه بيسالني بيقول لي احنا في المطبخ النجوم عندنا اكلنا سريع واكلنا بسيط وبنعمل اكتر من طبق في اقل من ساعه، ليه في بيوتنا لما الست بتقف في البيت بتاخد اكتر من ساعه والاكل ما بيجهزش؟ مظبوط كده يا خالد؟ طيب هو كل الموضوع يا خالد في المطبخ زي ما قلنا، خليك معلم مطبخ او خليك فاهم مطبخ. يعني ايه معلم مطبخ؟ فيه اولويات. يعني انا مثلا لو بعمل رز وبعمل خضار وبعمل لحمه اسلام، لو اول ما اخش على المطبخ بعلق على اللحمه، بجيب البصله بشوحها وبعدين بنزل باللحمه عليها وتاخد وتشرب ميتها مع بعضها كده، اكون انا في نفس الوقت اللي اللحمه حطيتها على النار انا بعمل الخضار بتاعي وبعدين بعمل الرز يا خالد. لو جيت اخر الساعه هتلاقي الثلاث حاجات خلصوا، هتلاقي اللحمه اللي انت بدات بيها اللي هي بتاخد وقت سوا كتير خلصت، بعدها الخضار بياخد وقت اقل من اللحمه، الاقل خالص الرز. فانت ابدا بالتايم اللي هو بياخد وقت كبير. ايه الوقت كبير؟ اللحمه، ابدا بيها. خش في اللي بعدها الخضار، خش في اللي بعدها الرز، تلاقي في خلال ساعه الاكل كله استوى. هو كله يا خالد تنظيم وقت بس. لو معانا تليفونات يا سوليه يبقى كتر خيرك. طيب نروح امبابه وناخد ام محمد من امبابه. يا ام محمد ازيك يا ام محمد اخبارك؟ عامل ايه؟ يا رب يسعدك ويخليكي. وحشني والله. يا رب يسعدك يا ام محمد. ربنا يديك الصحه ويكرمك يا رب. يا رب يخليك يا ست الكل في حياتك كده، اتفضلي. انا متصله والله عشان بطمن عليك والله. يا رب يخليكي، ده شرف لينا يا ست الكل. وبقول لك عمر ما حد يغطي عليك ابدا. يا رب. انا بضحك، ده يا صوفيا حبيبتي الملايين. انت الورده بتاعتنا والله. يا رب يخليك يا ست الكل ويسعدك. ربنا يديك الصحه. سلم لي على مين؟ وليد عماره. حاضر، عينيا السوليه وليد عماره وبسمتين وفاطمه، وشكرا ليكي وشكرا لاتصالك يا ام محمد. طبعا يا جماعه احنا بنستغل الوقت برضه اهو عشان الوقت ما يسرقناش، وبنعمل البصلايه يا خالد السوليه اللي احنا هنعمل بها الصلصه الحمراء بتاعه الاسباجيتي اهو. نروح الشرقيه وناخد ام محمد من الشرقيه. يا ام محمد
كلمينا تاني يا ام محمد يبقى كتر خيرك. شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. اهو زي ما انتم شايفين يا جماعه خدنا البصلايه فرمناها اهيت او قطعناها التقطيع الجميل بتاعنا ده عشان نعمل بيها الصلصه. و فاطمه جابت لنا شويه بصمات اهيت او شويه مش كتير ممكن نحط شويه بصمات عشان تمسك معانا على السيخ يا حضرات ما تفكش مننا او نحط لها شويه برغل يبقى كتر خيركم. اهو طلعت عجينه 10 على 10 ممكن اعملها في الفرن يا فاطمه وممكن اعملها على الجريل زي ما انت عايز تعملها تعملها مفيش ادنى مشكله فيها. وادي الكفته ريحه وطعم ونص كيلو لحمه مفرومه ياكل البيت كله كفته طول النهار. اهو خلاص خلصت اهي وعلى ما اعتقد برضو المصفى فين يا فاطمه المصفى موجوده والاسباجيتي برضو هي خدت 10 دقائق واستوت بنصفيها ونسيبها براحتها. نروح اسيوط وناخد مين يا خالد؟ يا لبنى. السلام عليكم ازيك يا شيخ؟ ازيك يا لبنى اخبارك؟ ربنا يخليك يا رب. كله لو سمحت حاجه للتخسيس انا وزني 90 وطولي 169. حاجه للتخسيس؟ بس كل ما انا عملت حاجات كتير وما بتنفعش معايا. عينينا في وصفات يا خالد عندنا جاهزه يا سوليه؟ هنزل لك وصفه دلوقتي حالا. سوليه يلا هنزل لك وصفه دلوقتي امشي عليها لمده 15 يوم كوبايه على الفطار على الريق وكوبايه قبل النوم تظبط الدنيا معاكي مع تنظيم الاكل ومع رياضه. تنظيم اكل وعدد ساعات نوم ورياضه. طيب ما عندكش غير زياده الوزن يا خالد؟ طيب هنقول لك على وصفه عنينا. حاضر طبعا اهي برضو طبعا احنا عارفين يا جماعه اللي روح الصلصه التومه بتاعتها وبنجيب طاسه زي ما انتم شايفين بننزل بيها. طيب نروح ناخد زهراء من المنيا. يا زهراء. السلام عليكم. يا زهراء سلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته يا زهراء ازي حضرتك؟ الحمد لله ازيك يا شيخ؟ يا رب يسعدك ويخليكي. اسمعيني من التليفون. انا عندي القولون وعاوزه حاجه يعني الكرش. عندك القولون وعايزه حاجه تنزل الكرش. انا جسمي حلو مظبوط يعني. بس انت عندك البطن زياده شويه. ايوه. عينينا حاضر. شكرا ليك وشكرا لاتصالك. طبعا يا جماعه الصلصه بتاعت الطماطم او الصلصه بتاعت المكرونه اديها كل حاجه، اديها فلفل رومي واديها فلفل الوان واديها طماطم وصلصه والصلصه. وده التوابل الجميله بتاعتها تطلع مع المكرونه الاسباجيتي حاجه كانك مثلا بتاكل في مطعم ولا حاجه. يعني اعمل الصلصه مختلفه شويه على اللي احنا متعودين عليها سوليه. اهو زي ما انتم شايفين بصلايه في زيت كله بننزل بيه على كله. طبعا المكرونه بتاعتنا احنا سلقناها زي ما قلنا خدت 10 دقائق بالظبط. وادي الفلفل الرومي وادي الفلفل الحامي وقرن فلفل احمر اهوت الوان جميل بتاعنا. القيمة الغذائية بتاعته برضو عالية بنحاول برضو اللي أكلنا يبقى مش ممل ومش المكرونة اللي احنا متعودين عليها بالصلصة الحمراء بتاعتنا اللي يقولك اديها تماية وشوية صلصة وخلاص. لا احنا بنديها كل حاجة اهي. هتلاقي طعم المكرونة حتى مختلف لو انت بتغير لأولادك. أولادك هيحسوا بالفرق. تغيير اهو مطلوب. ليه تغيير مطلوب؟ عشان ما نملش او أولادنا يملوا من الأكل يا فاطمة. طيب نروح سوهاج وناخد هدير من سوهاج. يا هدير. يا هدير. يا هدير ازيك؟ طب كلمينا مرة تانية يا هدير يبقى كتر خيرك. شكرا ليك يا هدير. اهو زي ما انتم شايفين نزلنا بالبصل يا اسلام واهو فلفل الالوان الجميل بتاعنا. تاخد وتدي كده هتلاقي شوية صلصة للسباكيتي حاجة يعني ايه تشمها كده حتى تتعب وانت بتشمها. والطماطم برضو بنديها طماطم اهي عشان برضو يبقى فيها طماطم. والصلصه جاهزه عندنا برضو بنديها صلصه. وبتاخد رشه سكر يا جماعه ما تنسوش عشان تضيع المزازه بتاعت الطماطم يا سوليه. طيب معانا مين يا سوليه؟ طيب اهو زي ما انتم شايفين الامور سهله الاكل سهل. الكفته عملناها البطاطس بتستوي على النار واول ما تستوي قلنا هنهرس هتاخد توم وهتاخد بقدونس وهتاخد ملح وتاخد فلفل وتاخد بيضايه كده جميله ونصبحها وننزل بيها في الدقيق وبعد ما ننزل بيها في الدقيق ننزل بيها في الزيت. طيب نروح الاسماعيليه وناخد زياد من الاسماعيليه. يا زياد. خط قاطع يا زياد ولا ايه؟ حاول تكلمنا تاني يا زياد يبقى كتر خيرك.
شكرا لك يا زياد واهل اسماعيليه اخواتنا وحبايبنا. زي ما انتوا شايفين اهو اكل يا جماعه، كلنا نقدر نعمل اكل يا فاطمه اهو. بتحسسونا وانتوا واقفين في المطبخ اللي احنا بنقفل طيارات يعني. اه يا جماعه أه. نروح لمين؟ ناخد مين من بينا يا خالد؟ يا عبد الرحمن. ازيك يا باشا؟ يا عبد الرحمن ازيك؟ ازيك يا ازيك يا محمد؟ محمد مين بقى ده؟ اتصلت غلط باشا. انا بحبك اه والله. يا رب يخليك. وانت عارف تتكلم مين عشان تحبه؟ انت هتضحك عليا بقى ولا ايه؟ انا عندي 18 سنه وجسمي كتير قوي. اه وباكل اكل كتير. اه عشان بتاكل وتنام يا صاحبي. ايه؟ بتاكل وتنام. اه باكل وبنام. طيب ده مشكلة، ده مشكلة كبيرة خلي بالك. ايه؟ دي مشكلة كبيرة خلي بالك. طب انا اعمل ايه يا استاذ؟ ما طب هتعمل ايه بقى؟ ما لازم ما تاكلش وتنام. يعني بطل إيه؟ الموضوع ده شوية. طب انا اعمل ايه؟ طيب انا بقول لك اهو، بلاش ناكل وننام، ونعمل رياضة شوية، تتمشى أو تروح جيم، تشترك في جيم ولا حاجة وتظبط أكلك شوية. سامعني ولا رحت فين؟ يا جماعه يعني هو يعني زي ما انتم سامعين هو بيقول لك انا عندي 18 سنه ووزن كبير وبحب الاكل او باكل كتير. طبعا قبل ما نروح بس للكفته، زي ما انتم شايفين ده فروت ستيك بيبقى موجود برده يا فاطمه في السوبر ماركت، اللي عايز يعمل كفته في البيت او يعمل شيش تاوك اهو بيبقى موجود اهو في كل سوبر ماركت، بنجيبه نعمل فيه كفته او بنعمل فيه شيش تاوك، ولازم يبقى حجمه كبير كده عشان ما يتحرقش مننا واحنا بنعمل الاكل. وادي الصلصه برده شغاله في نفس الوقت اهي، كل حاجة شغالة. ونبدأ نصب على الكفتة الجميلة اللي احنا عملناها اهو. بنمسك الكفتة زي ما انتم شايفين كده اهو يا سولية، امور سهلة، كلنا نقدر نعمل كفتة. طيب نروح البحيرة وناخد عبد الرحمن من البحيرة. ام عبد الرحمن. يا ام عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شفريحة؟ ازيك يا ام عبد الرحمن؟ وازاي عبد الرحمن؟ الحمد لله. اخبار حضرتك؟ يا رب يسعدك، اتفضلي. احنا بنحبوك جدا والله. يا رب يخليكي ويسعدك يا ست كل. الله يخليك يا رب. ممكن اسال حضرتك سؤالين؟ اتفضلي. اول سؤال، انت اللي بتبقى عايزه تبقى صديقه البرنامج، بتعمل ايه عشان تبقى صديقه البرنامج؟ خش دي اول سؤال. انت كده اوريدي اتفضلي. اه والتاني سؤال، الاستاذه منى النجار ما بتجيش مباشر ليه؟ يعني بتبقى الصوره ليه على الفيديو؟ لا الاستاذه مينا النجار كل سبت من كل اسبوع موجوده مباشر. ايوه بس ما بنشوفهاش، بتبقى فيه كده نغمات على القناه كده. لا ده هي فكره برنامج كده، هي عاملاها فكره جديده اول مره تتعمل في قناه الصحه والجمال. والله اه هي فكرتها هي يعني. طيب بالنسبه انت تبقي صديقه البرنامج ازاي؟ انت مجرد اللي انت عملت مداخله معانا فانت صديقه للبرنامج. وكل الناس اللي بتتفرج علينا بتحاول تعمل مداخلات ما بتقدرش توصل لنا او الخطوط بتبقى مشغوله، هم مجرد اللي هم بيتفرجوا علينا فهم اصدقاء البرنامج. ونجاح اي برنامج لاخواتنا المشاهدين المتابعين لينا هي نسبه المشاهده بتاعت البرنامج، يعني كل ما هو بيتفرج علينا هو صديق للبرنامج وبيضيف لنا للبرنامج. بيضيف ايه؟ بيضيف اللي احنا عندنا مصداقيه بنقدر نوصلها او معلومه بنقدر نوصلها لاخواتنا المشاهدين المتابعين لينا، فاتفرجوا علينا وتابعونا وان شاء الله نقدم لكم جديد. وان شاء الله برضو نبدا سنه 2019 نبدا نغير الفكر شويه، نقعد مع وليد عماره ومع خالد السوليه ونبدا برضو نغير من فكرنا شويه ونغير من معلوماتنا، ونقدر لو نقدر نزود من ضيوفنا اللي يقدروا يضيفهم لاخواتنا المشاهدين معلومه خالد السوليه، او ناخد منهم اي يعني معلومات طبيه او معلومات صحيه او معلومات رياضيه، يا ريت يا سوليه تظبط لنا الموضوع ده انت وليد عماره. طيب زي ما انتم شايفين انا بعمل اه. اتفضل يا وليد انا سامعك. اتفضل. طيب مظبوط، وليد عماره بكلمني مخرج البرنامج بيقول لي اخر يوم في السنه ان شاء الله نعمل استفتاء ونشوف راي جمهورنا او المتابعين المشاهدين لينا، انتوا ايه اللي يعجبكم في البرنامج او ايه اللي انتوا محتاجين نطوره، او اللي انتوا ايه نقط الضعف اللي عندنا او نقط القوه اللي عندنا، وان شاء الله نبدا نشتغل عليها ونعمل سيزون جديد في 2019 ينول اعجابكم، وان شاء الله نقدم لكم جديد. احنا بنجتهد والتوفيق بتاع ربنا. طيب نروح ناخد مريم. منين يا خالد؟ يا مريم يا مريم. الو يا مريم ازيك؟ يا مريم ازيك؟ ازيك يا شيخ؟ اخبارك يا مريم ايه؟ تكلمينا منين يا تماما مريم؟ تماما انت قفلت عليا المره اللي فاتت ما قلتلكش انا عايزه ايه؟ يا حبيبي انت بتكلمينا منين الاول يا مريم؟ ايه؟ بتكلمينا منين الاول؟ من الساحه.
ساحل يعمل حاجه. ايوه ساحل. لا ده الساحل الجو عندك حر، اتكلمي براحتك بقى. مش سامعه. اتفضلي سامعينك، اتفضلي. بقول لك انا عايزه حاجه تدخن وشي بس. وشي ينفع؟ وشك بس؟ يعني شفت البالونه اللي كانت معاك امبارح دي؟ مين؟ صوفيا؟ عايزه وشي يبقى قدها، وشي بس. صوفيا، صوفيا ضربه بالونه قبل ما تيجي فوشها باين عليه الحمار والجمال كده يعني. طيب بص، عشان تاخدي نضاره في وشك ووشك يملى زي ما انت بتقولي زي ما انت عايزه، لازم عدد ساعات النوم بتاعتك تبقى طبيعيه، يعني ما تسهريش بالليل. واشك اللي انت بتسهري يعني، ولا بتسهري؟ قفلت. طيب بصوا يا جماعه، برضو لنضاره البشره لازم يبقى احنا متفقين، لو احنا عايزين نضاره بشره فاطمه او وش مريح، لما تبص في المرايه تحس ان انت شايف قمر كده في المرايه، لازم عدد الساعات النوم يبقى كويس، تنظيم الاكل ورياضه. يعني ايه عدد ساعات نوم كويس؟ يعني لو انا ما بنامش كويس وشي يبقى مرهق باستمرار؟ طبعا يبقى وشك يبقى مرهق باستمرار. طب لو انا ما باكلش كويس وشي يبقى ما يبانش عليه الراحه؟ طبعا ده طبيعي. فلازم ناخد بالنا من الحاجات دي كويس قوي. ناخد بالنا من ايه؟ من عدد ساعات النوم ومن اكل الصحي ومن الرياضه. طبعا الصلصه نزلت بيها يا فاطمه اهي، زي ما انتم شايفين الصلصه خدتها اهي، وبنبدا بقى نديها التوابل بتاعتها اهو، نديها شويه ملح كده، ونديها الفلفل، ونديها الكمون، ونديها كل التوابل اللي موجوده في البيت. واحد ما عندوش كده بابريكا في البيت، ما فيش مشكله يا سيدي، ماشي يعني، هتمشي هتعدي برضو يعني اهو. طيب نروح اسكندريه وناخد ام حسن صديقه البرنامج. يا ام حسن السلام عليكم. ازيك يا ام حسن، اخبارك؟ ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ يا رب يا رب يسعدك ويخليك. انا بقالي يومين مش عارفه اكلم حضرتك والله. ما هي صوفيا ولا صوفيا ولا كان الدكتور. صوفيا كانت موجوده معانا البارح بقى، فكانت ايه يعني واخده كل المكالمات يعني. ايوه لا بس برضه يعني برضه الشيف رفعت. الشيف رفعت يا رب يخليك يا ام حسن، مع احترامي ليها يعني. يا رب يخليك ويسعدك. ربنا يبارك لك يا رب. يا رب ربنا يكرمك. اتفضلي. ربنا يكرمك يا رب. يا رب انا يخليك. بطمن عليك والله بس، وبسلم كتير عليكم كلكم. ده كتير علينا كده يا ام حسن، يا رب يخليكي. لا والله ان شاء الله ما اتحرم منكم ابدا يا رب. يا رب يخليكي ويسعدك. شكرا ليك يا ام حسن، وشكرا لاتصالك، كلك ذوق. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين انا غطيت برضو الطماطم اهيت الصلصه علشان تستوي اهي، تاخدش حاجه، نديها شويه سكر بس زي ما قلنا عشان تضيع المزازه اللي فيها. واول ما بتغلي غلوه بننزل فيها بالسباكيتي، خدت ودت مع الاسباكيتي، طلعت طعمها 10 على 10. فلفل الالوان اداها طعم، والفلفل الرومي اداها طعم، هتلاقي حاجه مختلفه. بالكفته زي ما انتم شايفين انا صبعتها اهي، وعند الجريلا بسخنها. الجريلا اهيت عندنا في البيت كلنا جريلا، حاجه زي كده اللي هي الطاسه المشرشره. طب لو انا ما عنديش طاسه مشرشره زي ديت ممكن اتفقنا اشتغل فيها؟ ممكن تشتغل فيها. طب ممكن احطها في الفرن يا فاطمه لمده 10 دقائق؟ ممكن احطها في الفرن لمده 10 دقائق على درجه حراره 180. كل الامور متاحه، مش لازم فحم عشان اعمل كفته، لا انا بقول لكم اهو، ممكن نعملها على البوتاجاز وممكن نعملها في الفرن، فكل الطرق تؤدي الى روما، وتطلع كفته طعمها كفته بتوابلها وبطعم ايديك اللي انت عاملاها بيها. ضمنت اللي انت جايبه الكفته، لاننا معظمنا بنشتري كفته من بره، فمع احترامي للجميع يعني الكفته والحواوشي والبرجر والحاجات دي نعمله في البيت اضمن واوفر، وخوفتنا على صحتنا وصحه اطفالنا، لان احنا عارفين طبعا اطفالنا المناعه بتاعتهم بتبقى ضعيفه شويه، او الاكل البيتي بيبقى مضمون وسيفت شويه عن الاكل اللي بره. طيب نروح اسوان وناخد مين من اسوان؟ يا وعد. ازيك يا شيخ رفعت؟ ازيك يا وعد؟ اخبارك يا وعد ايه؟ الحمد لله، ده انا من امبارح عمال ارن عايز اكلم الدكتوره صوفيا وما فيش. الدكتوره صوفيا معلش بقى، امبارح الدنيا كانت زحمه عليها عشان بقى لها فتره ما بتظهرش معانا، فالدنيا كانت زحمه شويه في المكالمات، سامحينا يا رعد. طيب هي انت هتكون معانا تاني الثلاثه الجايه ان شاء الله؟ الثلاثه الجايه لو البالونه ما فرقعتش، تنها زي ما هي بالبالونه هتيجي معانا الثلاثه الجايه ان شاء الله. طيب انا اوصلها ازاي؟ انا عايز اكلمها. طيب بص عشان اكون امين معاكي، هي ما بتردش على حد يعني، هي بتقول لكم لا، هي بتقول لك اللي انا برد وازاي بقى وكده، هي يمكن ناسه معانا دلوقتي. صوفيا ما بتردش على حد. خلاص بقى نستناها بقى لغايه الثلاثه الجايه. طيب يا حبيب قلبي شكرا ليك. انا شكرا ليك. انا عندي فكره سوليه، انا هفسر احلامنا كمان. ايه رايك الكتاب تحت رجليا زي ما صوفيا بتعمل، والسؤال اللي يجي نطلع الصفحه ونقول.
ذكريات من كفر الشيخ، اهلا بيك يا ذكريات. ما تسمعيني من التليفون يا ذكريات يبقى كتر خيرك. الو، اسمعيني من التليفون يا ذكريات. الو، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا ذكريات، اسمك حلو يا ذكريات. مش احلى منك يا شيخ. يا رب يسعدك، ده انت داخله تعكسي بقى. انت عامل ايه؟ انا كويس، انت عامله ايه؟ الحمد لله. والله يا شيخ احنا بنحبك قوي قوي. يا رب يسعدك يا ذكريات. انا امبارح اتصلت كتير قوي عشان اكلمك، كان مشغول على طول، الخطوط مشغوله. ده حقيقه، دي حقيقه يا ذكريات. لو سمحت يا شيخ، ممكن بس تقول لنا على وصفه تزود الوزن شويه؟ عينينا، خليكي معايا. خالد السوليه هنزل لك بيها على الشاشه دلوقتي، صوريها او اكتبيها. شكرا ليك يا ذكريات. انزل يا سوليه بالنبي بزياده الوزن. زياده الوزن يا جماعه ممكن ناخد لها حاجات كتير، لبن بعسل اسود، ناخد سحلب. انزل بقى سوليه والنبي برضو لاخواتنا اللي بيتفرجوا علينا، نقدر نعمل لهم حاجه تفيدهم. اهي موجوده معانا على الشاشه اهي، السوليه ينزل بيها، والصلصه الجميله استوت، وهنبدا بقى نحط. اهي موجوده معاكم على الشاشه اهي، موجوده على الشاشه معاكم. اللي عايز ياخد زيادة الوزن، وزي ما قلنا برضو في حاجات تانية ممكن ناخدها، زي البطاطا مع العسل الابيض. الله عليك يا صلصة، مع العسل الابيض. شايفين الصلصة يا جماعة استوت اهي، ما خدتش وقت. والاسباجيتي اهي، اهي الاسباجيتي نازلة اهي. يا سلام علينا، اهو الاسباجيتي اهي. شايفين يا جماعة نص كيلو اسباجيتي مع شوية الصلصة يأكل العيلة كلها. اهو نروح المنيا وناخد امال من المنيا. يا اماني. الو يا اماني، ازيك؟ يا اماني. اخبار؟ اسمعيني من التليفون يا اماني. يا اماني. يا اماني. كلميني طب مرة تانية يا اماني يبقى كتر خيرك. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين اهو. طيب نروح البحيرة وناخد جيهان من البحيرة. الو، ازيك يا شفيفة؟ ازيك يا جيهان، اخبارك؟ انت عامل ايه؟ انا كويس طول ما انت كويسة. الله يخليك، كل سنة وانت طيب. وانت طيبة وسنة سعيدة عليك ان شاء الله. امال الشياكة والجمال ده؟ ايه رأيك في اللون اللي انا ضربه النهاردة؟ ده جميل، لون ده جميل. ظاهر عندك ايه اللون ده؟ اللون ده لون السما كده، شكله جميل. لا لا لا، اللون انا لابس ابيض النهاردة. ابيض؟ هو فارق ابيض ولا اخضر؟ يا رب خير. انا كويس والله، اتفضلي. كويس الحمد لله والله. وانت طيب؟ وانت طيبه، تعود عليك الايام بخير. ربنا يخليك، ونجاحنا نجاح ان شاء الله. يا رب يسعدك يا ست الكل. ربنا يخليك. انا عايزه بقى اسال حضرتك، اتفضلي، على فوائد حب الرشاد. فوائد؟ انت اللي هتجيب لنا الخلاصه فيه. حب الرشاد وناخده ازاي بالظبط؟ عينين. حاضر. حاجه ثانيه؟ والبسبوسه، انت ما عملتش البسبوسه ليا. حاضر يا ست الكل، حاضر. وبعدين الكفته الجميله دي، ايه رايك؟ لا، مع شويه مكرونه سباكيت بقى زي ما قال عليهم لقمان. شايفه الالوان الجميله، شايفه السباكيت طالع عامل ازاي؟ تحفه تحفه ما شاء الله. بلانا والشيف خلاص هناخد الغدا بيه النهارده. عينينا، ده شرف لينا. انا سايبه الطبيخ وقاعده اتفرج عليه. هبعت لك دلوقتي بسمه بالاكل. هو ايه وفاطمه؟ كلك ذوق. يا رب يخليكي ويسعدك يا ست الكل، شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو الاكل اهو، وهنبدا بس نحطه فوق كده يا سوليه اهو، ونمسح كده مكان اهو، ونبدا بقى ايه نديله رشه بقدونس ولا حاجه. نروح الشرقيه ناخد ام مصطفى. يا ام مصطفى، ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ ازيك يا ام مصطفى، اخبارك؟ صحتك عامله ايه يا شيخ؟ يا رب يخليكي ويسعدك. يا رب يخلي الوان تيشرتاتك يا رب. يا رب يخليك يا ست الكل. بقول لك ايه يا شيخ، انا ايه رايك في لون التيشيرت؟ ايه رايك في لون التيشيرت بتاع النهارده؟ جميل. يا رب يسعدك، اتفضلي. لا يا شيخ، ما انا بقالي 3 ايام مش بسمع حلقاتك، معلش كان عندي ظروف والله. لا ده انا زعلان منك، ده انا زعلان منك قوي. وبعدين انا اقول ليه نسبه المشاهده قلت كده؟ لا يا شيخ، ده انت على راسنا يا شيخ. يا رب يخليك يا ست الكل. ده النور بقطع ببقى رحمتك في بتاع النور عشانك. يا رب يخليك ويسعدك. ام كريم بتسلم عليك هي ولولا يا شيخ. والنبي تسلمينا على ام كريم وكريم ومصطفى ومحمد. يا رب يخليهم لك كده ويتربوا في عزكم ان شاء الله. ان شاء الله يخليك يا رب يا شيخ. معلش والنبي يا شيخ، قول لنا بقى على الوصفات اللي عدت كده. عينينا. حاضر يا ست الكل. تسلم عينك. شكرا ليك. شكرا ليك يا ست الكل. طبعا طبقين يا جماعه، هوت مكرونه
وليد عمارة المكرونة جاهزة اهي. وبنبدأ ننزل بالكفتة يا جماعة. برضو اهي كفتة اهي. زي ما قلنا الأمور سهلة. نروح سوهاج وناخد هدير من سوهاج. يا هدير. أهلا ازيك يا شيخ. يا هدير ازيك؟ الحمد لله عاملين. أخبارك ايه كله تمام؟ الحمد لله. يا رب على طول كده. لو سمحت يا شيف عاوزة معايا مامتي 95 كيلو وبتعمل هجمات كتير ومش بتخس. حلو. طيب عندها مشاكل في الغدة ولا حاجة؟ عندها مش بتحرق. الغدة ما تحرقش صح كده؟ طيب ماشي. حاجة تانية؟ لو عاوزة وصفة ليا كده تزود وزني. تزود وزنك هنزل لك بيها، انما مامتك لازم حد اخصائي غدد يشوف الموضوع فيه ايه عشان نبقى احنا بس بنتكلم اهي. لو انت عايزه تزيدي وصفات الزياده عليك عندك على الشاشه اهي، صوريها او اكتبيها وابداي اشتغلي عليها. خدي 3 كوبايات في اليوم بعد الفطار وبعد الغداء وبعد العشاء، هتلاقي الامور اتظبطت معاكي. انما بالنسبه لوالدتك هتبقى الامور يعني ايه، لازم حد متخصص يقدر غده يقدر يشوفها ويقول لنا الامور فيها ايه. طيب نروح المنصوره وناخد مين من المنصوره. خالد ياسمين. ايوه مساء الخير. مساء الخير يا ياسمين، اخبارك؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه يا ياسمين؟ الحمد لله يا رب دايما. انا بصراحه ما تابعتش البرنامج من اوله، بس شايفه ناس كتير ما شاء الله بتتصل. احنا مشهور قوي، انا اول مره اشوف البرنامج بتاعك بصراحه. ما احنا اول حلقه لينا النهارده. ايه ده بجد؟ كل التليفونات تقيله حاولوا يعرفوا. ما احنا مظبطين مع التليفونات ما تقلقيش. طب بعد اذن حضرتك كنت عايزه اعرف طريقه الكفته عملتها ازاي؟ عينينا. لان انا ما شفتش البهارات انت عملتها ازاي، دي حاجه. حاضر. وعايزاك تقول لي طريقه الاسكالوب اللحمه، عشان انا لما بعمل الاسكالوب القشره بتنفصل عن اللحمه ما اعرفش ليه. عينينا. حاضر ياسمين. طيب المقادير على الهوا ياسمين اهيت. زي ما قلنا لحمه المفرومه اهيت، وبنجيب عليها بصل مبشور وثوم مبشور وفلفل رومي وكزبره خضراء وملح وفلفل وكمون وشطه وبابريكا. طيب بالنسبه للسكالوب يا ياسمين، بيفك منك ليه السكالوب؟ اقول لك انا البهاريز بقى. بيفك منك علشان انت بتجيبي مثلا اللي البفتيك بيجي من عند جزار، بنبشر له طماطم ونبشر له ثوم ونبشر له بصل وملح وفلفل وكمون وبابريكا ومعلقه زيت بسيطه، وبندعكه كويس كله مع بعضه وبنركنه نص ساعه يا فاطمه في الثلاجه عشان ياخد من التتبيله. وبعد كده بنجيبه من النص ساعه من الثلاجه، بنحط دقيق، بنحط بيض، بنحط بصمات، ونرجعه نص ساعه تاني في الثلاجه عشان يشد يبقى فيه عرق. وبعدين لما باجي بقليه بخلي النار مش عاليه قوي ولا واطيه قوي، وسط. واول ما نحس ان النار او الزيت بدا يقدح بننزل بالاسكالوب فيه، ما بياخدش دقيقتين او 3 دقايق بكتيره، لان اللحمه بتبقى قريقه سمكها رقيق قوي فما بتستحملش النار. شكرا ليكي وشكرا لاتصالك. والكفته زي ما انتم شايفين بنقعد نقلب فيها اهو، شمال يمين، ما بتاخدش وقت، هتطلع طعمها كويس والامور سهله. والروح الشرقيه ناخد ام رودينه. يا ام رودينه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرودي. يا مرودي، ايه الاسم الحلو ده؟ والله بجد. لا جميل جميل. كتير قالوا لي مش حلو. لا جميل جميل، مين اللي قال لك كده؟ كتير. يا رب يخليها لك وتتربى في عزك كده على طول. الله يخليك. والله انا يعني عشان اسمي اسم مرودي ده انا عملت حاجات كتير. ليه بقى؟ ايه احكي لنا كده، عملت ايه؟ يعني اهل جوزي مش كانوا موافقين وكده. وانا كان نفسي في بنتي وسماها رودي. وسميتيها الحمد لله؟ سميتها الحمد بس لله. بس كده هو ده المطلوب، خليكي كده عند كلمتك. بس في الثانيه ما عرفتش اسمي الاسم اللي انا عاوزاه. سميتيها ايه طيب؟ كنت عاوزه اسمها ريناد عشان تبقى اول حرف من اسم اختها. يا سلام عليك. بقول لك ايه، الاسامي الجميله دي بتجيبيها منين؟ والله مش عارفه يعني. كنت عايزه اسمها ريناد عشان تبقى اول حرف اسمها زي اختها وزي انا. طب وبعدين سميتها ايه بقى لما عملوا مشكله معاكي؟ سميتها هبه. هبه. ما هبه برضو حلوه، هبه من الله حلوه برضو هبه. حلوه الحمد لله.
طب طب الواد اللي الواد اللي هتجيبيه ان شاء الله في 2019 لا لا كده تمام كده خلاص كده يعني كده الحمد لله. طب لو كنت لو كنت جبت واد كنت سميتيه ايه؟ رفعت 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 قول رفعت. لا والله كان نفسي يعني لو جبت ولد كنت نفسي اسميه باور. يا سلام عليكي. لا لا ده انت بتختاري اسامي كما ينبغي. لا والله كان نفسي بجد ان انا اسميه باور. يا رب كده يكرمك بواد كده وتسميني دول. لا خلاص كده الحمد لله. خلاص كده يعني؟ الحمد لله. يا رب اتفضلي. شيف رفعت انا كنت عايزه اسال على الفراخ المشويه. عينينا. لما بشويها بتكون ناشفه ولونها مش احمر مش حلو. طيب اقول لك انا عشان عشان ايه عندك حاجه ثانيه عايزه تقوليها؟ بتنسى في الاكل زيك كده. طيب عينينا حاضر انا هقول لك تعملي ايه. شكرا ليك وشكرا لاتصالك. طبعا يا جماعه عشان ناخد اللحم الفراخ يا فاطمه ما تبقاش ناشفه معانا وتاخد اللون البرونز الجميل بتاعنا ده بنجيب يا جماعه ايه بقى؟ بنجيب في الفرخه بنغسلها كويس نتاكد ان هي مغسوله كويس وبعدين بنجيب بصل مبشور وثوم مبشور ونجيب طماطم مبشوره ونديها معلقه صلصه بوريه ومعلقه زيت وتوابل وورق لورو وبندعكها نسيبها لمده ساعه ساعتين في التتبيله بتاعتها وبعدين بيخلي الفرن على درجه حراره 180 لو فرخه فاطمه وزنها كيلو يعني كيلو صافي بعد ما تتنضف هتقعد ساعه في من ساعه لساعه وربع في على في الفرن بدرجه حراره 180 يبقى قلنا التتبيله بتاعتها ازاي وبنسيبها في التتبيله ساعتين ولو وزنها كيلو صافي هتقعد من ساعه لساعه وربع لو وزنها اكتر من كده تقعد ساعه ونص ونسيبها تاخد وتدي مع بعضها هتطلع واخده اللون الاحمر الجميل بتاعها من معلقه الزيت ومعلقه الصلصه البوريه اللي انا اديتها لها والتوابل الجميله اللي انا اديتها لها. طب ما نشفتش مني ليه؟ عشان انا سبتها ساعتين في التتبيله فاللحمه بتاعتها حنت بقت طريه فتطلع طعمها كويس وتاكليها بالهنا والشفا عليكي وعلى اللي بيسمعونا. طيب نروح السعوديه وناخد مدام سهير من السعوديه. كيفك يا اخ رفعت؟ يا دكتوره ازي حضرتك؟ الله يسلمك. اخبارك؟ وكيف الاهل كلهم ان شاء الله بخير. يا رب يخليك يا دكتوره ده استديو الصحه والجمال ومطبخ النجوم نور بصوتك يا دكتوره. الله يخليك انا بس حبيت اسلم عليك واقول لك كل سنه وانت طيب يا رب والجميع بخير يا رب. يا رب وانت طيبه وسنه سعيده عليكم وعلى اخواتنا وحبايبنا في السعوديه. الله يخليك. يا رب يسعدك يا دكتوره. يا رب يخليك يا دكتوره شكرا ليكي وشكرا لاتصالك وزي ما انتم شايفين يا جماعه اخواتنا اشقائنا حبايبنا في السعوديه بيكلمونا ويطمنوا علينا طبعا ده نجاح للبرنامج ونجاح لاسره البرنامج فاطمتين وبسمه وسوليه ووليد عماره ومراغي وكرماوي واسلام تصوير اللي قاعد سايبنا بياكل لب ونرمين وكل فريق العمل شكرا ليكم وعلى طول كده تتابعونا وعلى طول نقدم لكم الجديد ان شاء الله. طيب معانا فاصل يا وليد ما تروحوش اي مكان خليكم معانا نكمل كفتتنا ونكمل المعقوده ولكن بعد الفاصل. زي ما انتم شايفين يا حبيبي الكفته استوت اهي طعم وشكل ولون حاجه يعني فخمه كلنا هناكل كفته النهارده زي ما انتم شايفين اهي امور سهله والامور بسيطه ونبدا بقى نشتغل خالد السوليه في المعقوده قلنا عن المعقوده المغربي بتتعمل ازاي اهو جبنا يا جماعه الكاميرا اسلام يقرب مني جبنا بطاطس سلقناها والمقادير موجوده على الهواء حطينا توم وحطينا بقدونس اخضر وحطينا كركم وخدت ملح وخدت فلفل وخدت بضايه وخدت التوابل الجميله بتاعتنا هنجيب الدقيق ونحط الزيت بقى في الطاسه يا فاطمه اهو نشغل نعلي العند شويه عشان نبدا نقلي فيها وادي الزيت عندنا اهوت مش هنحط زيت كتير على القد كده ونبدا نقلي المعقودة المغربي. طيب نروح فيصل ناخد ام مالك من فيصل.
يا ام مالك. الو يا ام مالك، ازيك؟ ازيك يا شيخ رفع، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. اتفضلي. ازاي حضرتك؟ يا رب يسعدك. تسلم ايدك على الاكل الجميل ده. يا رب يخليك يا ست الكل. سامعيني؟ بقولك اتفضلي. سامعيني؟ عايزين بقى حاجه من حضرتك كده. اتفضلي. عايزينك بقى تعمل لنا حلويات كده عشان راس السنه نعمل حلقه مختلفه يعني حلويات وكده. عيني. حاضر. حاجه تانية يا ست الكل؟ شكرا ليكي. طيب نروح مرسى علم وناخد هبه من مرسى علم. الو السلام عليكم. يا هبه سلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا هبه. ازيك يا شيف رفعت؟ ازيك يا هبه، اخبارك؟ الحمد لله. انا زعلانه منك يا شيف رفعت. ليه يا هبه؟ عشان قلت لك عايزه وصفه للتخفيف عشان التكيس المبيض وما قلتهاش. طيب ايه تاني اللي مزعل؟ حاجه تانية مزعلاكي مني؟ هقول لك على الوصفه. حاضر. لا عايزه كفته، عايزه القمح. كفته القمح. ليه؟ طيب حاضر. حاجه تانية؟ منور الدنيا. يا رب يسعدك وانت طيبه وسنه سعيده عليك. شكرا ليك. طيب يا جماعه برضو ما بيبقى عندنا مشاكل طبيه يعني او حاجه، انا ما بقدرش برضو عشان نبقى الناس ما تزعلش مني، ما انا مش دكتور، انا راجل طباخ. الوصفات دي انا بجيبها، انا بذاكر وبجتهد وبجيب الوصفات وبنقول ما يعني اللي احنا نقدر نقوله ما يتعلق بالمطبخ او ما يتعلق بالاكل احنا بنقوله. احنا ممكن ناخد جسم صحي بالاكل وبالرياضه بعدد ساعات النوم كويس من غير ما نروح للدكتور، ممكن نعمل كده. بس انا لما بقول معلومه بقول في الشق اللي هو الشق الاكل والشق الرياضي، انما الشق الطبي ده بيبقى صعب عليا شويه، لان برضو مش عايز اقول معلومه او اقول حاجه غلط يعني ضر حد او النتيجه بتاعتها ما تبقاش كويسه، فانا مش هبقى مبسوط، فسامحوني ما تزعلوش مني. طيب نروح الفيوم وناخد رشا من الفيوم. ازيك يا رشا، فينك بقالك كام يوم يا رشا؟ لا والله كنت تعبانه ولا انت سالت عليا. لا ده حقك عليا، حقك عليا يا رشا. الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك يا حبيب قلبي. وانت عامل ايه؟ انا كويس والله يا رشا، انت اخبارك ايه؟ بنعمة والله يا حبيب قلبي، انت اللي عامل اخبارك. يا رب يخليكي ويسعدك. تمام والله، فضل ونعمه من الله يا رب دايما يا رب. حبيت بس اقول لك والله كل سنه وانت طيب والله. وانت طيبه وتعود عليكي الان بخير وسنه سعيده عليكي وعلى اخواتنا في الفيوم. الله يخليك يا حبيب قلبي. ويسرق بنتي ويوسف ابني بيسلموا عليك يا رب يخليهم لك ويتربوا في عزك. الله يخليك يا حبيب قلبي، الله يخليك. شكرا ليك يا ست الكل وشكرا لاتصالك. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه السهل الممتنع اهي، البطاطس اهي زي العجينه بتاعت الطعميه او زي عجينه الكفته، بنعملها زي ما انتم شايفين اهي. طيب نروح سوهاج وناخد ساميه من سوهاج. يا ساميه. يا ساميه ازيك يا شيخ؟ ازيك يا ساميه، عامله ايه يا شيخ؟ يا رب يخليك يا ساميه، اتفضلي. حضرتك الطريقه بتاعت زياده الوزن ده هو مضروب واحد كله ده؟ لا يا حبيب قلبي، ده مش ده، لا مش كل واحد بقى ده، هو يعني مشاريب كتير، الوصفه اللي تمشي معاكي وتحس لا زودتك. يا ريت تنزل لي الطريقه بتاعت زياده الوزن. عيني يا حبيبتي. حاضر. حاجه تانية؟ ماشي الله يخليك، انا اول مره اكلمك والله. لا على طول كلمينا كده. شكرا ليكي. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه اهو صبعتها التصبيح. حد يقدر يقول لي احنا ممكن نعملها حاجه تانية غير التصبيع ده؟ يعني اعملها زي الطعميه كده مدوره، كل حاجه ممكن تعملها يعني، عشان مش حد يتلكك يقول انا مش عارف الفها اللفه دي. لا يا عم، لو ما تعرف تلفها اللفه دي اي لفه تعرف تلفها لفها لها. والمواصفات اهيت موجوده برضو، زياده الوزن اهيت لاخواتنا المتابعين لينا على الشاشه اهيت. جربوا يا جماعه، يعني ما ينفعش انا اقول وصفه واحده فممكن تمشي مع حد وما تمشيش مع ناس ثانيه. احنا بنقول لكم الوصفات وخدوا منها الوصفه اللي تقدر تناسبكم، او سبع وصفات. شوف الوصفه اللي تقدر تناسبك او انت تحسي اللي الجسم زاد معاها امشي بيها، مفيش فيها ادنى مشكله خالص. والاكل الجميل بتاعنا شغال اهو، وعندنا الكفته لسه برضو ما استوتش. طيب نروح الفيوم وناخد شروق من الفيوم. يا شروق. ازيك يا شروق؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا شروق؟ كويس الحمد لله. انا قلت بس اسلم عليك. يا رب يخليك. انت عندك كام سنه يا شروق؟ 16 ونص. يا رب كده يبقى عندك يعني ان شاء الله 100 سنه كمان يا نور. يا رب يخليك يا شروق. يا رب يخليك يا شروق. شكرا. أنا عندك سؤال ولا حاجه؟ انا بحبك بس. هوبا بقى، هوبا بقى، يا رب يخليك يا شروق. شكرا ليك يا شروق. طيب
طبعا زي ما انتم شايفين دي نص الكفته اللي انا عملتها، يعني انا عندي عجينه كفته لسه برضو ما استوتش. احنا وريناكم الطريقه ازاي المكرونه اتعملت اهي، نص كيلو مكرونه طلع طبقين، نص كيلو اللحمه عمل طبق كفته نرمينا اهو تخليكي معاه ما تناميش، والنص الثاني لسه ما استواش، والبطاطس زي ما انتم شايفين اهي نص كيلو بطاطس طعمها حلو يا جماعه. نحط بقى معاها كاتشب، وخليكم معايا ممكن برضو ايه اوريكم خلطه كده جميله يا وليد يا عماره تمشي مع الكفته وتمشي مع البطاطس اهي. ادي كاتشب الجميله اهو، كلنا عندنا كاتشب في بيوتنا. وهنجيب مايونيز اهو، كاتشب ومايونيز. مايونيز خلص يا وليد يا عماره ولا ايه؟ لا فيها لسه فيها مايونيز. وهنحط سنه مسترده، ده هيبقى دريسنج يا جماعه للكفته والبطاطس اللي انا بعملها. وهبدا اضربه كويس كده اهو، هيطلع باللون الجميل بتاعنا. نحطه مع الكفته، يتاكل مع الكفته يا وليد يا عماره، ويتاكل مع البطاطس. طعمه حلو وطعمه جميل، ولادنا هيحبوه، وهيبقى دريسنج حلو اهوت في قلب الطبق مع الكفته. وناخد مين يا سوليه؟ يا اميمه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. تكلمينا منين يا اميمه؟ بتكلمينا منين؟ من الطيخه. منين؟ من سوهاج. من سوهاج، احسن ناس. اهلا بيك. اهلا بيك. انا مش سامع كويس، اتفضلي. كويس يا بس عايزة نسأل على سؤال. اتفضلي يا حبيبتي. عايزة نسأل على عملت البسبوسة. لا انا مش حد سامع يا جماعة. الو. انا سامع كده، قولي بقى، قولي طلبك تاني. الو. انا سامعك، اتفضلي. عايزة نسأل على عملت البسبوسة. على البسبوسة. عينينا، حاضر. حاجة تانية؟ سلام بس. انا مش سامع يا اخي سوليه. شكرا ليك يا ست الكل. طيب يا سوليه، سامع يا سوليه؟ طيب يا حبيبي شكرا. طبعا زي ما انتم شايفين اهو بتستوي يا جماعه، ما بتاخدش وقت كبير، شكلها طالع عامل ازاي. طبعا اللي اداها اللون الاصفر ده خالد يا سوليه الكركم اللي انا اديته لها مع العجينه. يبقى قلنا المعقوده المغربي بتتعمل ازاي، بطاطس مهروسه وتوم بجيبه بهرسه مع بقدونس، وبحط التوابل بتاعته اللي هو الملح والفلفل والكمون والبابريكا، وبديله بيضه، وبياخد معلقه الكركم ده عشان ياخد اللون الجميل، وبعدين بصبعه بنزل بيه في الدقيق، وبعد الدقيق بنزل بيه في الزيت، بيطلع مقرمش ويطلع طعمه حلو، ولادنا يحبوه. بطاطس مختلفه بطريقه مختلفه شويه، انما هي نفس البطاطس اللي احنا بنعملها بس الاسم بيختلف شويه. طبعا زي ما انتم شايفين يعني في تنوع في البرنامج بتاعنا، وكل محافظات مصر اخواتنا حبايبنا بيبعتوا لنا وبيكلمونا وبيعملوا لنا مداخلات، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن ونطور. وطبعا عايز اخواتنا اللي بيتفرجوا علينا يبداوا سنه بقى سعيده، سنه جديده 2019، هننسى 2018 بحلوها وبمرها بسلطتها ببابا غنوكه. سنه وعدت، اللي حصل له ازمه، اللي حصل له كبوه، اللي حصل له مشكله عاطفيه، انسى. ابدأ سنة جديدة يا وليدي عمارة، سنة سعيدة، اضحك وابتسم وخليك صدرك رحب ويخليك عندك أمل في اللي جاي. اوعى تقف مكانك، اوعى تبص تحت رجليك، اوعى تبص على اللي فات. اللي فات خلاص انساه، صفحة واقطعها من كتابك، وابدأ كتاب جديد، وابدأ سنة جديدة. ظبط علاقتك بربنا، ظبط علاقتك بقرايبك، ظبط علاقتك بالناس المحيطين ليك. ابدأ بفكر جديد، ابدأ بطريقة جديدة. خلاص السنة عدت بحلوها، عدت وبمرها، عدت بكوباتها وكل اللي حصل فيها، خلاص هي عدت وخلاص، واتحسبت سنة من عمرنا. يا رب 2019 تبقى سنة سعيدة على كل البلاد العربية، وكل اخواتنا اقباط ومسلمين واجانب ومصريين وعرب، كل العالم. تبقى سنة جميلة، تبقى سنة سعيدة 2019، واللي جاي بقى أحسن، وإن شاء الله كده نشوف منتخب بلدنا في 2022 يا سولية في يعمل حاجة كده بقى. خلاص نسينا كأس العالم اللي فات، إن شاء الله كأس العالم اللي جاي يبقى إحنا مصر فيه، وتحقق إن شاء الله مركز يكون متقدم يليق بينا ويليق بالعرب ويليق بمصر أم الدنيا. طيب نروح أسيوط وناخد آية من أسيوط. يا آية. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا ايه؟ وانت طيب حضرتك؟ وانت طيبه يا ايه، اتفضلي. لو سمحت عايزين حاجه للتخسيس، انت ما قايلش حاجه النهارده للتخسيس خالص. انا والله انا قلت انتوا زهقتوا مني فهبدا اوقف التخسيس شويه.
لا احنا عايزين حاجه للتخسيس ضروري. عينين ايه اللي عندك زياده، البطن ولا ايه؟ البطن والارداف. انا وزني 90 وطولي 170. طيب يبقى في زياده حوالي 15 كيلو. وزني 90 وطول 170. الولاده قيصري طبعا. لا انا انسه. انت انسه لسه. طيب حاضر حاضر يا ست. شكرا ليكي. طيب عشان يا جماعه برضو التخسيس، احنا قلنا مشاريب التخسيس لا يمكن لوحدها يا سوليه تجيب نتيجه. يعني ايه لا يمكن لوحدها تجيب نتيجه؟ يعني لازم على مشاريب التخسيس او حرق الدهون اللي احنا بنقول عليها لازم نعمل معاها ثلاث حاجات، الموضوع كله مرتبط ببعضه. يعني لو انا خدت مشاريب حرق الدهون اللي احنا كنا بنقول عليها زي اللي موجود قدامكم على الشاشه اهو، التوم والليمون وبقدونس اخضر ونعناع اخضر وميه، ده مغلي وبنسيبه منقوع في الميه لمده 12 ساعه وبعدين نصفيه. ليه ما خدناش التوم صاحي زي ما هو كده؟ لان هيغير من ريحه العرق، هيغير من ريحه الفم، هدخلنا في مشاكل يعني مش حلوه شويه. فاحنا قلنا هناخده مغلي وبعد ما بيتغلي بنسيبه لمده 12 ساعه وبنصفيه ونبدا نشرب منه. طيب وفي مشروب تاني برضو السوليه ينزل بيها اهوت، الشعير مغلي وبرضو بنسيبه يبرد ونصفيه، او بناخده دافي قبل النوم وقبل الفطار. ممكن ناخده بعسل، ممكن ناخده بسكر، ممكن ناخده من اي حاجه يبقى كتر خيركم. كل الامور سهله وكل الامور بسيطه. ومشروب برضو تالت اهوت السوليه نزل بيه، معلقه بن ومعلقه عسل ابيض، بنعملها عجينه ونعملها كبسول، بناخد معلقه على الريق وبناخد معلقه على قبل النوم، بتطلع النتيجه. بس النتيجه بتبقى كويسه بس يا جماعه لازم الموضوع كله بيبقى نسبه وتناسب يا سوليه. ومشروب برضو تالت اهوت خلت السوليه ينزل بيه، كمون وقرفه وجنزبيل وخل النعناع، ولا خل التفاح يا سوليه. الامور سهله وبسيطه، بس لازم يا اخواتنا يلي بتتفرجوا علينا عشان ما نضحكش عليكم ونقول لكم اي معلومه ولا اي حاجه، لازم رياضه، لازم رياضه، لازم تظبيط عدد ساعات نوم، ولازم تظبيط الاكل اللي احنا بنعمله. لازم الموضوع كله يبقى نسبه وتناسب. طيب معانا اتصالات تانية سوليه ولا حاجه؟ طيب يا ام محمد، يا ام حمزه، يا ام محمد، ايوه اسمعيني من التليفون يا ام حمزه يبقى كتر خيرك. حاضر. انا سامعك، اتفضلي. منور الدنيا يا رب يخليك يا ست الكل. ما ليا سؤال بس تسمعني. اتفضلي. عايزه وصفه المبكبكه. مبكبكه ده اكله ليبيه عناية. طب ما تيجي نخليها مفاجاه كده ونعملها يوم. ها خلاص نعملها لك يوم، بدل ما نقول لك عليها نعملها لك عمل يوم قدامنا. خلاص مبكبكه مبكبكه ليبي. عينينا، شكرا ليك يا ست الكل. هنشوف يا سوليه لو الجدول فاضي بكره نعملها بكره المبكبكه. اهو زي ما انتم شايفين يا جماعه البطاطس طالعه اهيت باللون الجميل بتاعها ده، لسه بس الوش ده ناخده مره كمان يا وليدي عماره اهو، ونطلع بيها اهي بطاطس بالكاتشب بتاعتنا الجميله اهي مع الكفته، طبق كامل متكامل. ولادنا يحبوا ياكلوا الحاجات دي قوي، وتغيير برضو لان برضو ايه مش عايزين الاكل بتاعنا يبقى ممل، نكسر الملل شويه. هي كلها بطاطس بس زي ما قلنا الطريقه مختلفه شويه، وبنعمل لها صوص ولا حاجه يمشي معاها، وتبقى الامور سهله وتبقى الامور بسيطه، وكلنا نقدر نعمل اكل في بيوتنا مفيش ادنى مشكله. طيب زي ما قلنا خلينا متفقين ان الرياضه برضو لو انا ما قدرتش اروح جيم يا سوليه نلعب رياضه، نعمل رياضه واحنا قاعدين في بيوتنا. وريتكم ازاي ممكن نعمل تمارين بطن في البيت، ازاي ممكن نعمل تمارين قطنيه، ازاي ممكن نعمل تمارين كتف، ازاي كلها واحنا قاعدين في البيت يا جماعه. الامور سهله، الامور بسيطه، اللي ما عندوش وقت يعمل كده. لو هو ساكن في الادوار العليا يطلع السلم وينزله مرتين ثلاثه في اليوم، او اللي راح تجيب عيالها من المدرسه بدل ما تركب توك توك، ولا بدل ما تركب مواصله تاخدها مشي، اللي راح السوق برضه تاخدها مشي وترجع مشي، راح لمامتك، راح لحد من الجيران برضه نفس الموضوع. يبقى في معدل الحرق، احنا عندنا كلنا مشكله يا خالد يا سوليه في حياتنا بتقابلنا. ايه هي المشكله اللي بتقابلنا؟ اللي احنا معدل الحرق عندنا ضعيف. معدل الحرق عندنا ضعيف بيجي ليه؟ بيبقى ضعيف لان حركتنا قليله. معظمنا بنبقى شغالين وبنروح البيت
بتلاقي الاكل المدام مجهزه لك الاكل بتدبها تملى المعده تنام، الاكل بيتحول كله الفات لانه ما بيتحرقش الاكل او معدل الحرق عندك شبه معدوم لان المعده ما بتشتغلش وقت النوم، اللي بيشتغل وقت النوم المخ والقلب بس فقط لا غير، وكل اكياس الجسم بتبقى نايمه معاك، فما فيش معدل حرق، ما بتحرقش ما بتهضمش، فتلاقي الاكل اتحول لفات، زود لك كوليسترول في الدم، زود لك وسطة خلاه كبير، عرضك لسكر، دخلك في متاهات احنا كلنا في غنى عنها. طب نعمل ايه؟ لو انت عارف اللي انت هتاكل وتحرق او تتحرك تروح تيجي كل، عارف اللي انت هتاكل وتنام خلي الاكل قليل، وخلي بين الوقت بين النوم وبين اخر وجبه اقل حاجه 3 ساعات. طب لو انا جعت يا سوليه في الثلاث ساعات، انت والد عماره، باخد صباع موز، باخد زبدايه لايت بمعلقه سكر او معلقه عسل، باخد تفاحايه، امور سهله الامور بسيطه. صحتكم عايزين بقى 2018 بمشاكلها بعدم الرياضه هنسيبها خالص، هنبدا سنه جديده 2019 بتنظيم اكل وتنظيم عدد ساعات نوم ورياضه. خلصت حلقتنا النهارده. انش انش طيب خلصت حلقتنا النهارده وخلصت 2018 2019 على ابواب، عايزين ننسى بقى 2018 بكل ما فيها، نبدا سنه سعيده، ننسى اللي فات ونبدا في اللي جاي، ننسى الماضي، خلينا في الحاضر، بلاش نتكلم في الماضي على راي الهضبه، خلينا يعني ايه اللي جاي يبقى احسن. استنوني بكره قبل ساعه من دلوقتي. شكرا لكل فريق العمل، شكرا ليكم، شكرا للساده المشاهدين اللي اتفرجوا علينا او كلمونا. انتظرونا بكره في ساعه قبل ساعه من دلوقتي بأكل جديد، بلبس جديد، ولون تيشيرت مختلف، وبلاش نتكلم في الماضي يا سولية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.